مديرة الثقافة الدولية كانت نظمت قافلة فنية تحوي عدة نشاطات ثقافية. راح تجيب هذه القافلة عدة مناطق نائية، من بينها اليوم إن شاء الله راح تكون انطلاقة إلى قرية تبكة ببلدية برج الحواس. إذا إحنا رانا علمنا يعني الأطفال المتواجدين على مستوى القرية، وراح يكون إن شاء الله حفل بهيج، وراح نحاولوا أن تكون يعني مضمون أو مواضيع القافلة يعني تكون تتناسب المناسبة اللي هي ذكرى الاحتفال بذكرى أو عيد الثورة المجيد.